أنواع الفاء. الفاء تفيد الترتيب، والترتيب نوعان: ترتيب معنوي وترتيب ذكري. ترتيب المعنوي تقول جاء زيد فعمر، والترتيب الذكري هو أن يأتي تفصيل بعد إجمال. قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. أين الإجمال؟ المناداة. المناداة ما هي هذه المناداة؟ فقال، فهنا عطف ذكري، وضابطه أن التفصيل يأتي بعد الإجمال. وتأتي للتعقيب بحسب كل شيء، تقول جاء زيد فعمر، معنى ذلك أنه لما جاء زيد أتبعه في الإتيان والمجيء من؟ عمر. وليس هناك تراخي، يعني ليس هناك زمن طويل. لكن لو قال قائل، قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ أمن شيء ما ينزل الماء تخضر الأرض؟ واللي يحتاج إلى شهور، يحتاج إلى شهور. إذن التعقيب هنا بحسب كل شيء. دليل أوضح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أطوار الخلق ما بينها 40، يجمع خلق أحدكم 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة. قال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما بالفاء. إذن هذا للتعقيب بحسب هذا الشيء، مع أن الفترة بينهما 40 يوما. وتأتي للسببية مثل مرت معنا: فوكزه موسى فقضى عليه. وتأتي للاستئناف: إياكم والغلو الذي بعدها. فإنما الفاء هنا فاء استئنافية، لأن الكلام استؤنف.